هو الله يرحمه لما شاف يعني إقبال الشباب على الدعوة، ولا شك أنه شاعر أن الدعوة فيها خير كبير، تزكيها فيها شر بزعمه هو أنه خلاف المذهب في بعض القضايا، لكن عرف أنه الخير غالب على الشر، فبدأ يتردد عليه في الدكان بعد هذا كله. لكن أيضا ما تجرأ يدخل الدكان، الله أعلم بما فيها كبيان للتاريخ بالواقع. لكن اختلف عندي قبل. وبطبيعة الحال أنا كنت أزوره في بيته وشهدت مرض وفاته ووفاته أيضا، وكان هذا من فضل الله علي لأني كنت مسافر كعادتي السفرة الشهرية إلى حلب، فأنا أجيت وجدت مريضا يومين ثلاثة والله أخذ أمانته، فتولينا وصلينا عليه وعلى السنة من السنة، وهذه طبعا خلاف مذهب من جماعة. في هناك مسجد يزعمون أنه مسجد عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق في شارع كبير شارع بغداد يرحمك الله، هم بيفوتوا الناس عامة بيصلوا صلاة الجنازة في المسجد. المذهب الحنفي يكره ذلك، ونحن نرى السنة صلاة خارج المسجد لكن يجوز في المسجد. على ذلك صلينا عليه خارج المسجد، الأرناؤوط كلهم بيشلحوا نعالهم وبيدوسوا فوق منها، أنا ما شلحت صليت فينا عليه، وبينا لهم في مناسبات كثيرة جدا يا جماعة إذا كنتوا تدعوا نعالكم خشية أن يكون في نجاسة ليش عم تدوسوا عليها؟ شو الفرق بين خلعتوها ودوستوا عليها وبين أبقيتوها كما هي؟ فإن كان لابد يموها حطوها جانبا وصلوا بأرجلكم على الأرض. أنا صليت حسب السنة وهكذا، يعني شيعنا الوالد رحمه الله على السنة ولم نطاول. فأقول يعني في آخر حياته كان يتردد علي ويقول لي لما ندخل في شيء من المناقشات أنا لا أنكر أنني استفدت منك، فأنا بدأت حديثي أن أنا شعرت هذا في منطلق حياته لأنه بطل يزور المساجد، هذه كنت أنا أزور معه وأنا صغير مساجد مبنية على القبور، بطل الحمد لله يقصدها، فحمدت الله على أومات الحمد لله راضيا والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير استاذ. تفضل استاذ. حديث يعني ذو شذور كما يقال. حلوة حديث.